مساء الخير أستاذ يعرب، يعني أود أن أسمع منك ما هي قصة هذه الأغنية الجميلة واللحن الأجمل للأمانة، كيف قمتم أو قمت بتلحين هذه الأغنية؟ سنكون كما كنا دوما مدراسا للحق. قمنا بتلحينها أنا وناصر ويزن، وتلحينها وتوزيعها وكتابتها كمان. كنا حابين شوي نستعمل الالمنت اللي بنشوفها كل يوم بس ما بنحس فيها ونحن بهاي اللحظة. نذكر كل حدا سمع هاي الأغنية بالأرض بالورد، كأنه واحد عم بتفرج على منطقة من فوق، فعشان هيك تشبه الموضوع بالطير. ياريت أنا بكون طير بشوف الجمال هاي البلد من منظور تاني غير اللي بشوفه كل يوم وأنا رايح على الشغل، غير اللي بشوفه كل يوم وأنا ماشي وأنا بتنقل من مكان لآخر. الأغنية أكتر بتتغزل بالبلد وبتتغزل فيها بطريقة كأنها صديقة أو حبيبة للشخص اللي عم بغنيها، وبالآخر تكتشف إنه عم نحكي عن هذا الوطن اللي هو الأردن. ولا إعجاب كبير بسبب إنها شوي غير عن الثيم أو الفكرة العامة تبعت الحفل. الحفل كان فيه مارشات عسكرية، كان فيه موسيقى كلاسيكية، كان فيه موسيقى تراثية. هاي شوي غير كانت لأنها الموسيقى الأقرب لنوع الموسيقى اللي بنسمعه أكتر هاي الأيام. وما بدي أحكي موسيقى البوب، ولكن الموسيقى المتواجدة أكتر بالوقت الحالي بأيامنا هاي. زي الشجر زي السماء زي